كشف مدير الصحة لولاية باتنا في تصريح حصري لقناة النهار، كشف عن تسجيل 4 حالات مشتبه إصابتها بداء الكلب من عائلة واحدة، من بينها 2 حالة وفاة تتمثل في امرأة 50 وابنها 30، حيث أكد أن سبب الإصابة بداء الكلب هو قيام العائلة بتربية جرو بالمنزل قام بعضهم وهو ما تسبب في انتقال العدوى. في خلال بداية الأسبوع هذا تم تسجيل حالة لدخول مستشفى لامرأة لاشتباه بإصابتها بداء الكلب. بعد التحقيقات الوضعية مباشرة بعد ما سجلنا هذه الحالة المشكوك فيها، مصالح الوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوالية بالمعذرة فور تلقيها الخبر نقلت إلى عين المكان إلى منزل هذه الأشخاص اللي تم إصابتهم مشكوك إصابتهم بالكلب. وبعد التحقيق الوضعي تم إجراءه، اتضح أنه هذه العائلة هذه كان عندها كلب صغير منذ تقريبا شهر حصلوا عليه مش يربوه عنده في المنزل. هذا الكلب الصغير هو اللي كان سبب في 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 عض كل الافراد العائله اللي كانوا متواجدين بالمنزل، من بينهم الام الاب والطفل اللي توفى وكذلك الاخ الثاني في العائله. هذا وكشف ذاته المتحدث عن شروع مصالح مديريه الصحه في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تلقيح محيط العائلة كأول إجراء من خلال تلقيح أزيد من 17 شخصا، بالإضافة إلى وضع رب الأسرة تحت الرقابة الطبية بالمستشفى، مؤكدا أن مصالح البلدية أيضا شرعت في عملية إبادة للكلاب الضالة بالمنطقة لتفادي تسجيل أي حوادث أخرى. عادة في الحالات هذه تكون ما عندناش تكون مشكوك فيها، مشكوك في اصابه الكلب المشكوك فيها، نتخذ اجراءات وقائيه استباقيه هي تلقيح المحيط العائله وكذلك كل اللي كانوا في اتصال بالعائله هذه. عدد الاجمالي اللي تم تلقيحهم ولا تم تلقيح المضاد للكلب هو 17 شخص تقريبا حتى يوم النهار يوم الاثنين كاجراء وقائي. وكاجراء وقائي ثاني كذلك هو الوالد انه تم استشفائه وقائيا حتى ما تكونش فيه اعراض اخرى ولا حاجه، باش تكون متابعه طبيه مستمره من طرف المختصين. كذلك مصالح البلديه والطائره فور تلقيم الخبر كان فيه خبر باباده الكلاب المتشرده وحتى الحيوانات المتشرده في هذه الناحيه هذه. وهذا الشيء اللي يخلي انه ناكدوا على شيء انه كل شخص عضه ولا اتصال بحيوان مشتبه به سواء في خارج المنزل ولا حتى في الغابه مباشره يتصل بالمصالح الصحيه لتلقيح وقائي ضروري، لانه التلقيح لو كان يكونش في الايام الاولى راح يكون فيه مضاعفات كبيره.